دورة الأولى لمعرض الخياطة التقليدية تميزت خلال هذه الأمسية بعرض مستجدات القفطان المغربي، رعي في تصاميمه الأصالة والإبداع في الألوان وأصناف التطريز، حاملا خاصية كل المناطق المغربية. هنا في استقبال شهر رمضان alors la plupart des سيس موجودين دي كوليكسيون ديال جلابات كندرات aussi c'est la saison ديال الاعراس ديالنا المغربيه تاجر لا aussi كاين موجودين قفاطن وعندنا جوج عندنا اون اكسبوزيسيون اللي كتبقى tout au long de la journée نهار كامل باش نستقبلوا الناس لي ستيليس كيبيعوا فيها لي توني ديالهم و لو سوار عندنا دي ديفيلي دو مود. 12 مصمم أزياء أبدعوا في تجسيد التراث المغربي من خلال هذا الزي التقليدي رغم اتباعه الفصال الحديثة. هذا القفطان عنده واحد لمسة فنية خاصة، ضروري كيكون فيه شوية ديال الأصالة المغربية الصنعة التقليدية، وضروري شوية ديال المعاصرة شوية الجديد لشوغوفسكي، كندخلوا معها سيف هذا المعلم باش كيبقى دائما الاصاله محافظين عليها. كنحاول انني نخلي اللمسه دائما اللمسه ديال الطابع التقليدي كيف ما كنضيف ليه لمسات عصريه وكنزيد لي زاكسسوار وكنحاول دائما نسعى باش يكون واحد التوازن ما بين القصه وما بين الاثواب وما بين الالوان والاكسسوارات. تعددت الوان وقصات واثواب القفطان ليبقى رمز اصاله المراه المغربيه.